تحياتي للمشاهدين الكرام كلهم. ازاي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام. في الاقصر لسه جمال بيها؟ لا والله انا جيت امبارح بالليل ويعني انا في الاقصر كاني في الاتحاد برضه مع موجود يعني مش بعيد قوي يعني. طب الحمد لله. دلوقتي حضرتك هناك ازمه؟ ايه ازمه؟ الحقيقه مش ازمه، ان شاء الله تبقى محلوله. يعني جميع الانديه امبارح الحقيقه حصل اتصالات معانا وعايزين ان حتى يعني التلفزيون المصري يذيع، عايزين حد يذيع، عايزين الراديو يذيع دوري الترقي. كل بلد مثلا بغزل المحلة او الحمام في مطروح او أندية كتيرة جدا برضو بلدها متابعاها، عايزين يتابعوا النتيجة. ايه الحل في المشهد ده اصلا؟ اولا خلينا نتكلم بقى، احنا يمكن اتحاد الكرة حريص جدا زي احنا قلنا على حقوق الاندية، ويمكن احنا عملنا مزايدة وعملناها بعتنا لكل القنوات سواء داخل مصر او خارج مصر على اذاعة دوري الترقي. كان املنا فعلا ان اقل حاجة هيبقى عندنا التلفزيون المصري يتدخل، اللي احنا خطبناه ان هو يتدخل حتى على الاقل ويزيح سواء على النيل للرياضة او على القنوات المحلية الموجودة. لكن فوجئنا ان مفيش ولا حد جه، ولا حد قال في الاتحاد انت فينك، ولا فكروا حتى في الرد، لمجرد ان هم عارفين ان في الاخر الدورة دي محدش بيدور عليها، محدش بيهتم بيها، بتزاع خلاص، وكل واحد اي حد بيبعت كاميرا ويروح يسدج اللي هو عايزه وتزاع، وكحق يعني مكتسب بدون حقوق مالية لأي حد. بعتنا لهم جوابات وقلنا ان احنا هنمنع دخول الكاميرات، وبعتنا للقنوات برضو، للأسف محدش برضو عارنا بأي كلمة ولا قال أي كلمة حتى يقولها أي ولا لا. الإذاعة امبارح طبعا يمكن أولا أنا بشكر الأستاذة نادية مبروك والمدام منى برضو المنياوي، وعلى أساس ان فعلا امبارح لما اتكلمت معهم الناس استجابوا جدا، وكمان عشان ما غلطش المدام نجلاء عبد البر برضو الكلام ده احنا بنتكلم معاهم، فقلت لهم ازاي انتوا بتذيعوا من غير ما تاخدوا حق من الاتحاد واحنا عملنا مزايده. قالوا لا ما احنا فكرينها انها عادي ما فيش مشكله عندنا. قلت لها لا دي حقوق، على الاقل لو انت عايزه تاخدي الموافقه تبعت الاتحاد الكوره، اتحاد الكوره ما عندوش مشكله. النهارده طبعا انا بشكرهم لان هم فعلا استجابوا وبعتوا جواب النهارده لاتحاد الكوره، وانا بشكر اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره بالكامل. الناس النهارده كانوا محترمين جدا، قال لك لا الاذاعه احنا ما نحرمش الجماهير برضو من الاذاعه، يمكن احنا المشاهده دي ليها حقوق ولازم تتوفر مبالغ ماليه من القنوات اللي هي بتذيع دلوقتي، ودي ما اسهلها يعني. القيمه احنا ما عرضناش حتى قيمه كبيره جدا عشان اي حد يقول الاتحاد غالي في الرقم او حاجه زي كده، ما اتكلمناش في قيمه، ما حدش اتكلم في اي قيمه برضو من القنوات، على امل ان هم هيزعوها سواء راضينا او نرضى يعني، فكده كده هيزعوها. يمكن امبارح كانت لي رد فعلا ان هي لما القنوات ما قدرتش تخش امبارح، في بعض القنوات دخلت حبت تخش تدخل هناك كاميرات بتاعتها ما تمش طبعا دخولها، اتمنعت، فبدات الازمه من امبارح. لكن انا بقول لك سهل جدا تتحل، سهل جدا القنوات اللي هي بتتكلم عايزه تذيع المباريات دي بتاعت الترقي وحسوا بقيمه الفرق الموجوده يحطوا اي رقم حتى ان شاء الله مع بعضهم. هو بس في مشكله، هو في مشكله استاذ جمال. لا هو في